طيب لو هنتنقل دلوقتي من الكلام عن الرياضه للفن، هنقول شريهان قدمت العديد من الافلام الاستعراضيه والمسرحيات الاستعراضيه، بقى لنا كتير ما شفناكيش في مسرح، فاخبار المسرح القادم ايه؟ وطبعا انا هقول لحضرتك على حاجه، هو بعدي يمكن ده راجع لخوفي. صدقيني انا برجع وانا كما لو كنت ما وقفتش قدام كاميرا قبل كده ولا وقفت على خشبة مسرح. خوف مش عارفة أوصفهولك، كأني أول مرة هبتدي تاني، يعني أبتدي طريقي. خايفة جدا، متهيألي أول ما تفتح ستارة مسرح هقع قبل ما أقول أول كلمة. حقيقي خايفة. ده خوف الفنان ده؟ لا ده مش بس خوف فنان، ده خوف الربوع. عذر أقبح من ذنب. فقبل ما أقدم عمل لنفسي أنا بقدم عمل الأول أقول لهم متشكرة بيه، لأني مش عارفة أطلب واحد واحد أشكره. فعايزة بالعمل اللي هقدمه ده، ما كنتش لسه ساعتها مقررة سواء سينما أو مسرح أو تلفزيون، عاوزة أقول لهم متشكرة أوي لوقفتكم معايا. فاللي صادفني إن هو إن شاء الله هيكون أول عمل ليا مسرحي. نيجي بقى للمسرح. المسرحيه دي كانت اتكتبت اثناء ما كنت بعرض مسرحيه علشان خاطر عيونك. هي برضو مسرحيه استعراضيه ميوزيكال، الاستعراضات فيها اكتر بكتير من عشان خاطر عيونك، تقريبا فيها 20 استعراض. ومجهده جدا يعني مش سهله. هي مسرحيه شارع محمد علي طبعا، لازم فيها استعراضات حقيقي. مسرحيه الحمد لله ربنا موفقنا فيها، وهي اتكتبت كان كتبها الاستاذ بهجت قمر الله يرحمه قبل ما يتوفى، ده اخر عمل كتبه. وحاليا بنجهزها، هنعرضها كمان تقريبا شهر، في شهر 6 افتتاحها، معايا الاستاذ فريد شوقي، الاستاذ هشام سليم، الاستاذ وحيد سيف، الاستاذ منتصر بالله، مدام سهر.